احس ان اليهال اول مره يحضرون المعرض they are enjoying صراحه، وزمن بعد عندهم اجازه فمستانسين مستمتعين صراحه، خصوصا في اللي يعطون اليهال حق الباركود على اساس انه اذا اليهال ضاع والله شيء، ومنطقته زينه وبعيد عن زحمه المدينه، ويعطيكم العافيه وايد يعني مرتب وزين يعني صراحه، وشريت يعني انا اسعارهم زينه والله. المعرض زين وما شاء الله يعني واسع وشكله من برا حلو يعني ما شاء الله عليه، والتنظيم ممتاز حتى تنظيم داخل الكشكات يعني ما شاء الله اليوم تمام ممتازين. طبعا ما شاء الله اول يوم الافتتاح ما شاء الله تشوف يعني وايد زوار ووايد مشاركين من كذا الدول، وكتنظيم يعني ما شاء الله الباركات بالنسبه حق اخر يعني معرض هاي معرض الجديد بالنسبه حق يعني الاماكن وايد ما شاء الله يعني حلو. هاي مو اول مره احنا نشارك فيه الحمد لله، كل مره نشارك هالمره بس احنا حاطين 30% تخفيضات على حتى 30% تخفيضات على كل شيء، يعني اول مره في السنه حاطين حتى تخفيض بس في المعرض الخريف، وعندنا بعد عطر جديد تو منزلين بمناسبه عيد الوطني بس هاي بعد عليه، فحياكم الله بتنورونا. اهلا وسهلا، بدر الدين عرفات من الجناح السوري. احنا بالنسبه لنا هاي المشاركه 21 في معرض الخريف البحرين، نحن بالمعرض القديم كنا على مدى 20 عام من 2002 مستمرين دون قطع. هذه أول سنة لنا وأول تجربة لنا، إن شاء الله تكون بادرة خير لأنه يبدو في إمكانيات كبيرة، في صالات متعددة، في باركينج كبير يعني، والمنطقة إن شاء الله راقية وهادية، فنتمنى من الله عز وجل تكون بداية خير إن شاء الله، وباين في إقبال بالساعة الأولى من الأول يوم، إن شاء الله هذا إنما يدل على بإذن الله يعني حسن البداية، إن شاء الله يكون في كمان حسن ختام آخر يوم للمعرض، مثل ما ابتدى طيب يخلص طيب إن شاء الله. المعرض إن شاء الله كل سنة بيبقى أحلى من اللي قبلها كتنظيم وكإدارة وكعارضين وكل حاجة. الزبون هيجي يستكشف المكان الجديد ويبص عليه، ده صالات عالمية يعني مش معرض دولي وبس، يعني صالات عالمية وتنظيم وإدارة وكل حاجة.